بالنسبة لبحيرة رزازة تدرون هي هاي بحيرة مغلقة، المي اللي يدخل بيها ما لا يستفاد منه بالزراعة، فأصبحت مجرد مبخرة، مبخرة للمياه اللي يعني اللي مرفوضة، يعني مياه البزل، مياه الصرف الصحي، ويتم تبخيرها. بحيرة الحبانية مثلا أو أي بحيرات أخرى موجودة مثل الثرثار بيها مي يدخل وبيها مي يطلع. بحيرة رزازة هذا الموضوع ما موجود بيها، فقط بيها ما يدخل وما يطلع فقط للتبخر، فممكن الاستفادة منه. فهاي الدراسات اللي احسن اليوم احنا يعني طلاقة الوفود اللي جت من مقر الوزارة، مسؤولين الوزارة، لدراسة كيف نقدر يعني نستثمر بحيرة الرزازة، واذا امكن طبعا بيها مناسيب وبيها مستويات وبيها قنوات وبيها يعني مصاريف، كيف نقدر نحيي هذه البحيرة ونجعل مياهها متجددة.